بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنا الملازم أول محمود طبطب من مرتبات الفرقة الثالثة مدرعة اللواء 65 دبابات، وهذه هويتي. أنا الملازم أحمد طقطق من مرتبات الفرقة السابعة مدرعة اللواء 121، وهذه هويتي. نعلن انشقاقنا عن صفوف كتائب الأسد وانضمامنا لصفوف الجيش السوري الحر تحت راية كتيبة الشهيد البطل أحمد الخلف بقيادة الملازم أول شريف الكائن. أما بعد، إلى الشعب السوري العظيم، وعدناكم بأخبار ستثلج صدوركم وتشفي غليلكم، ونعلمكم أنه بحمد من الله وفضله قامت سرية المهام الخاصة من كتيبة الشهيد أحمد الخلف بالتعاون مع سرية المهام الخاصة في كتيبة شهداء الحرية بعملية نوعية على طريق علم الثورة، استهدفت موكب لكتائب الأسد أثناء عملياتهم الهامجية في مداهمة البلدات، وبحمد من الله تمت العملية بنجاح وكبدتهم خسائر فادحة وكبيرة، حيث تم تدمير عربتين بير دي ام وقتل ما لا يقل عن 50 عنصر من قطعان الأسد. ونعدكم يا شعبنا العظيم أننا على الدرب سائرون وعلى طريق النضال مواصلون، ننتصر أو نموت.